وأنا والد العروسة الذي قمت بإلقاء الطلاق على زوجتي بعد تهنئة العروسين، وهذا خطأ مني. ألف ألف مبروك للعريس والعروسة. إن بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالتلات وتروح من القاعة على بيت أهلها. وألف مبروك. وأنا أقدم اعتذاري لأولادي وأم أولادي وللجميع عما حدث مني في غير وقته. وهذا خطأ مني وأنا أقدم اعتذاري لأولادي وأم أولادي وللجميع عما حدث مني في غير وقته. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ألف ألف مبروك للعريس والعروسة. إن بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالتلات وتروح من القاعة على بيت أهلها. وألف مبروك.